طيب يا شيخ، ما يعني ما صح في قول حط بينك وبين النار مطوع، يعني لو افتى شيخ طيب فتوى، شكرا هل من جائر لي من النار؟ شكرا منصور. هذا من كلام العوام وهو كلام باطل، المطوع ما ينقذك من النار، فلا يجوز لك اذا عرفت انه ما يحسن الفتوى انك تساله ولا ينقذك من النار. وكذلك اذا عرفت انه ما عندك خوف من الله ولا تقوى وانه يفتي بالهوى فلا يجوز لك انك تساله، انما تسال عند الحاجه من تثق بعلمه وبدينه. نعم.